الو، ايوه نبيل، خير؟ ايه بتقول؟ ايه ازاي ده حصل وامتى؟ طب انا جاي حالا. الله، انت عرفت ازاي؟ نجوى اتصلت بيا وهي اللي بلغتني. هي فين؟ عندها انهيار عصبي مش قادره استجوبها. على العموم انا بعت اشاره لخبير البصمات وللطبيب الشرعي. طب يلا بينا. معقول يا سونيا اللي انت بتعمليه ده؟ بقى جاي لي في الوقت ده عشان تقولي ان احمد على علاقه بنجوى؟ يا عفاف انت مش لازم تسكتي. انت استحملت احمد ايام فقر ومن حقك تتمتعي بيه لما يبقى غني ومعاه فلوس، مش تيجي واحده تانيه تطشه منك. احمد فين دلوقتي؟ هو قال لي انه رايح المصنع. معقول يعني هيبات في المصنع؟ تلاقيها خدته على المأذون وبيقضوا شهر العسل. لا مش ممكن. علشان ما تقوليش ان انا بظلم احمد، اتصلي بيه شوفي اذا كان في المصنع بيراجع الحسابات ولا لا. معقول يعني بيتكلم نص ساعة؟ أمال إيه يا سونيا؟ يعني هيكون رافع السماعة؟ عشان عارفك هتتصلي بيه بيطمنك إنه هناك. بس فعلا التليفون عطلان أو مشغول. بقولك إيه؟ أنا لو منك أكبس على نفسه أشوفه فعلا موجود ولا لأ. ما تتحركي واقفة كده ليه؟ الله، كده عصفورك هيطير من إيدك. يلا يا حبيبتي بسرعة بسرعة. الطبيب الشرعي امر بتحويل الجثه للمشرحه، وبيقول يعني مبدئيا ان الجريمه تمت ما بين الساعه 9 و9 ونص. هي نجوى بلغتك الساعه كام؟ يعني في حدود الساعه 10 10 وربع. ايه اللي ودى نجوى واحمد المصنع في وقت متاخر زي ده؟ مش عارف، بس متهيألي ان القاتل كان عارف بالميعاد دوت ودخل هنا عند احمد في المكتب، لقاه بيتكلم في التليفون، لان زي ما سيادتك شايف السماعه مرفوعه. الظاهر حصلت بينهم خناقة، لأن حالة المكتب تدل على وجود معركة. أيوة، بس أحمد اتقتل تحت في العنبر. ده دليل إن أحمد حاول يهرب والقاتل طرده. ده مش قاتل بقى، ده سفاح. القضية اتعقدت أكتر، وكل ما افتكر إن احنا قربنا نوصل لنهايتها تحصل مفاجأة. بس دي بقى المفاجأة اللي ما كانتش متوقعة أبدا. أحمد يتقتل؟ ليه؟ ومين مصلحته إنه يقتله؟ المهم دلوقتي يا نبيل، مين اللي هيبلغ أسرته بالخبر؟ أنا آسف يا فندم، اعفيني من المهمة دي، مش هقدر. يبقى مفيش غيري. عايز لما أرجع تكون عملت تحريات وعرفت إيه سبب وجود أحمد ونجوى في المصنع في الوقت ده، وتسأل الغفير، يمكن يكون لمح أي حد غريب وهو داخل من باب المصنع. يعمل ايه؟ مش قلت لك انك ظلمت احمد؟ تلاقيه كان مشغول طول الليل مع الظابط. طب انزلي انت شوفي ايه الحكايه. انت مش جاي معايا ولا ايه؟ اجي معاكي ده ايه؟ الموضوع ما دام فيه بليس اهرب انا، حكيم انا من ساعه ما مات المرحوم ولا اتهريت تحقيقات. انزلي انت شوفي ايه الموضوع وانا هبقى اعدي عليك اشوف البوليس بيعمل ايه في المصنع. يلا باي باي. باي باي.
الباقي في حياتك. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هو انا سعاده البيه اخش من بره الاقي قاعد لي في مكتبي؟ خير في حاجه؟ اهدى يا صادق يا افندي عشان اعرف اتكلم معاك. بصراحه يا سعاده البيه كده انا لما بشوفك ضغط بيزيد. يا صادق يا افندي انا اخترتك انت بالذات لاني متاكد انك هتقدر تساعدني في مواجهه الكارثه اللي حصلت. كارثه؟ كارثه ايه تاني؟ احمد اتقتل. أحمد اتقتل. إزاي؟ اتضرب بالرصاص في المصنع. شد حيلك يا صادق أفندي والبركة فيك تبلغ والدته. أنا بلغها ازاي؟ هقول لها ايه؟ الموقف محتاج مني شويه شجاعه. ده قدر ونصيب ومفيش منهم اي مهرب. انا عارفه ان الموت قدر ونصيب، لكن القتل، القتل ازاي يبقى قدر ونصيب؟ ليه؟ مين اللي قتل احمد؟ مين اللي قتل احمد؟ اهدي يا مدام عفاف، اهدي. ارجوكي امسكي اعصابك، لو ساعدتينا ان شاء الله هنوصل للقاتل. مش قادرة أصدق إن ده ممكن يحصل. طب لو سمحتي قوليلي إيه اللي جاب أحمد المصنع في ساعة متأخرة زي دي؟ كان رايح يقابل نجوى. نجوى؟ جاله واحد البيت وقال له إن نجوى عاوزة تشوفك في المصنع. وإيه سبب المقابلة دي؟ معرفش، بس هو كان متأكد إن نجوى عندها أخبار مهمة عاوزة تقولها له. أخبار بخصوص إيه؟ كان بيتهيأله إنها عارفة مين اللي قتل والده. مالك يا سعد؟ راجع من الشغل تعبان؟ اجيب لك دكتور؟ انت بتعيط؟ حصل ايه؟ احمد. احمد مال؟ جرى له ايه؟ احمد البهية في حياتك يا احلاها. يا عادل لا نورة أرجوكي أنا كده مستريح. لكن أنا كده مش مستريحة. مش ممكن أحمد يمسك إدارة مصنع بابا. أنت قلت بنفسك إن هو لسه صغير ومش فاهم حاجة، وبعدين أنت قلت كمان إن هو وقف إنتاج المصنع، يعني كده ممكن يعرض المصنع للخسارة. أنا كمان صعبان عليا، صعبان عليا إن اللي بناه والدك من اسم وسمعة في السوق يتهد ببساطة كده. عشان كده يا عادل بقولك مش لازم أبدا تتخلى عن مسؤوليتك، مش لازم ابدا تخلي احمد يصدر اي قرار غلط. عادل انا بثق فيك، وانت كمان اكتر واحد بتخاف على مصلحتي النهارده. انت عارف كويس ان انا مش بدافع عن الميراث او حقي، انا بدافع عن الحلم الكبير اللي بابا الله يرحمه كان طول عمره نفسه يحققه، وهو انه يخلي مصنعه اكبر مصنع في البلد. ممكن احمد بتصرفاته الطايشه يهد كل حاجه بابا بناها، يعني لازم تمنعه يا عادل، عشان خاطر لازم تمنعه. ايه اللي جابك المصنع في الوقت ده؟
في واحد اتصل بيا من طرف الأستاذ أحمد وقال لي لازم أجيله المصنع ضروري. اسمه إيه ده؟ ما أعرفش، قفل السكة قبل ما أسأله. آه طب وليه ما اتصلتيش بأحمد في البيت؟ يعني على الأقل كنت تتأكدي من الميعاد. ما رضيتش أسبب له أي إزعاج، خفت مراته هي اللي ترد عليا. ليه؟ أنت في خلاف بينك وبين مراته؟ أبدا، بس كنت حاسة إنها بتغير عليه مني. تغير ليه؟ يعني أي ست ممكن تغير على جوزها لما تلاقي واحدة مهتمة بيه. وإيه سر اهتمامك بأحمد؟ ده ابن الراجل الأفضل عليا، مش ممكن أنساه. عشان كده لما جه المصنع حاولت أقدم له أي خدمة ممكن أقوم بيها. ويا ترى كان من ضمن خدماتك إنك تقولي له مين اللي قتل أبوه؟ ما تردي. صباح الخير يا نجوى، أنا أنور. أنا مش نجوى يا أستاذ أنور، أنا نبيل، الرائد نبيل. أهلا يا حضرة الرائد. أنا أصل كنت عايز نجوى. هي مش موجودة يا ترى ولا إيه؟ موجودة بس مش هتقدر ترد عليك، أصل أعصابها منهارة. منهارة؟ منهارة ليه؟ كفالة الشر. الله، أنت ما عندكش خبر ولا إيه؟ ليه؟ هو إيه اللي حصل؟ أحمد اتقتل امبارح بالليل. اتقتل؟ ألو؟ زار أغمى عليه من المفاجأة. يعني ما ردتيش على سؤالي. سؤال إيه؟ مين اللي قتل رفعت صبري؟ ما أعرفش. أمال إيه؟ أحمد كان متأكد إنك عارفاه وإنك أنت كنت هتقولي له على اسمه. متشكرين قوي يا دكتور. شد حيلك يا صديق افندي، ده انت طول عمرك جبل. جبل ده مش ليه قلب يا فردوس. احمد ده كان زي ابني واكتر، مش قادر اتصور هعيش من بعده ازاي. معلش انت لازم تتماسك علشان خاطر الست احلام. شوف يا عم صادق، عشان اكون صريحه معاك، انا كنت دلوقتي مع عادل، حتى كمان فهمته انه لازم يرجع الشغل ويوقف تصرفات احمد اخويا الطايشه دي. احمد خلاص يا نور، مبقاش يقدر يعمل حاجه. احمد مبقاش يقدر يدافع عن حقوقك. احمد قتل يا نور. الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد. واضح يا فندم إن القاتل رسم خطته بحيث إنه يستدرج أحمد للمصنع. طب وكان إيه هدفه إنه يستدرج نجوى؟ مش عارف، حقيقي مش عارف. احتمال كان عايز يقتل الاتنين، وفي نفس الوقت احتمال إنه كان عايز يرمي التهم على نجوى. الظاهر إن أحمد كان متأكد إن نجوى تعرف مين اللي قتل أبوه. ايوه بس نجوى في التحقيق انكرت انها تعرف اي حاجه، وبعدين لما جه تليفون انور حصل لها حاله رعب وفزع. تفتكر انور ليه علاقه بالجريمه دي؟ سيادتك علمتني ان كل الناس في دايره الشك لغايه ما نلاقي القاتل الحقيقي. تفتكر في علاقه بين الجريمه دي وجريمه رفعت؟ ايوه بس مين من مصلحته انه يقتل احمد؟ وايه الخطر اللي كان بيمثله احمد عشان يقتلوه؟ ظهر ان احمد قدر يوصل اللي قتل ابوه، فالقاتل حب يخلص عليه قبل ما يفتح بقه بكلمه. مش عارف يا فندم، مش عارف. جايز، كل شيء جايز. في واحده اسمها عزيزه عايزه تقابل حضرتك. خليها تدخل.
مساء الخير يا بهوات. اهلا يا عزيزه، اتفضلي. متشكره يا بيه. انا اصلي من ساعه ما سمعت خبر ان احمد بيه الله يرحمه وانا مش عارفه اتلم على نفسي. قعد مخي يروح ويجي، هقول ولا ما اقولش، اقول ولا ما اقولش. تقولي ايه يا عزيزه؟ اللي شفته وسمعته يا بيه. انت شفت ايه وسمعت ايه؟ انا يا بيه رحت امبارح المصنع عشان اقابل باشمهندس عادل. وكنت راح تقابليه ليه؟ عشان يشوف حل لمشكله الاسانسير العطلان. وبعدين ايه اللي حصل؟ انا دخلت على السكرتيره نجوى، عرفت منها ان احمد بيه بقى هو المسؤول، لكن هي قالت لي ان هو هيوصل باشمهندس عادل يصلح الاسانسير. قلت استنى لحد ما يرجع، وفجاه يا بيه دخل الباشمهندس عادل من الباب زي الوحش واتخانق مع الست نجوى مش عارفه ليه. ام بعدها دخل على احمد بيه في مكتبه وشفته وسمعت بينهم خناقه الرب السما. ام احمد بيه طرد الباشمهندس عادل من مكتبه، فسمعت الباشمهندس عادل وهو بيهدده ويقول له انه هيخليه يندم. وبعدها خرج الباشمهندس عادل والشر بيطير من عينيه. بصراحه يا بيه انا قلبي كني على سي احمد مش عارفه ليه، ولما عرفت ان هو انقتل قلت خلاص ما بديهاش، يبقى ما فيش غيره هو اللي عملها. غير مين يا عزيزه؟ هو في غيره يا بيه؟ الباشمهندس عادل. ايه اتاخرت كده ليه؟ انا على طول دلوقتي بشك ان في حد بيراقبني. ما كانش لازم تيجي تقابلني. انت خايف زيي؟ غلط غلط، مش من مصلحتنا ان حد يعرف ان احنا بنتقابل وبنشتغل سوا. صوتك بس، برافو عليك، انت بقيت نصح كده يا عادل. هي الحكايه محتاجه نصحه؟ لازم نشتغل بحرص يا قمر. طمني، طبعا انت كنت حريص جدا وما سبتش اي اثر على جريمتك. ها؟ جريمه ايه؟ ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ جرى ايه يا باشمهندس؟ احنا مخططين العمليه سوا. انا مش فاهم انت قصدك ايه. ما انا متفق معاك انك تقطع راس التعبان. قصدك نجوى مش كده؟ نجوى لسه ليها حساب كبير قوي معايا، بس ما نخلص من الورطه اللي احنا فيها الاول. تفتكر يعني ان نجوى ممكن تتهمك ان انت اللي قتلت احمد؟ بتقول ايه؟ احمد اتقتل؟ جرالك ايه يا باشمهندس؟ ده 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 احنا دفنينه سوا. ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ انا اول مره اعرف منك دلوقتي ان احمد اتقتل. اتقتل ازاي وفين؟ انت بتهزر ولا ايه؟ اتقتل في المصنع، واللي قال الكلام ده الضابط البوليس اللي بيحقق القضيه بنفسه. المشكلة دلوقتي انهم قطعا هيتهموك ان انت اللي قتلته، لان انت اتخانقت معاه وهددته. انا جيت علشان اعزيكي في وفاة المرحوم ابن المرحوم جوزك. العزا معمول تحت في شقة والدته. ما انا خدت بخاطرهم وعرفت انك ما نزلتيش تعزيهم. الله يكون في عونهم، الصدمة تعبتنا كلنا. الواحد ما بقاش عارف يعزي نفسه ولا يعزي مين. مع انك لازم تكوني فرحانه لانك اول واحده تهتم ان احمد ينزح من طريقك. انت بتقولي ايه؟ الله، هي الحقيقه بتوجعك ليه يا هيفاء؟ انت مش بتكره احمد؟ انت مش جيتي لي وقلتي ان احمد هو اللي هيستولى على المراس وخايفه انه يحرمك من اي حاجه؟ مش احمد ده كان العقبه اللي واقفه في طريقك؟ برا. تطرديني من بيت جوزي يا هيفاء؟ بس يكون في علمك انا هردلك التحيه دي باحسن منها، يوم ما يحطوا الحديد في ايدك وجرجروك الحبل المشنقه. خليك مفتح عينيك واديني الاخبار اول باول. مع السلامه. جميل جدا يا باشمهندس انك تيجي بنفسك لحد مكتبي. أنا أول ما بلغني الخبر يا فندم قلت لازم أجي أقابل سيادتك عشان أوضح لك بعض الأمور اللي ممكن تتفهم غلط. أهو أنت بالشكل ده بتساعدنا على حل لغز الجريمة. اتفضل. شكرا.
امبارح حصل خلاف كبير جدا بيني وبين احمد الله يرحمه. وكان ايه سبب الخلاف؟ ابدا يا فندم، فوجئت ان احمد وقف الانتاج في المصنع. لما حاولت افهمه ان ده هيعرضنا لخساره كبيره زعل مني وطردني من مكتبه ورفضني. وانت كمان هددته بانك هتخليه يندم. اي انسان يا فندم في لحظه غضب ممكن يقول اي كلام لانه ما بيبقاش في وعيه. وبعدين يا فندم اذا نجوى حاولت تفهم سيادتك غير كده ما تصدقهاش، لان هي اللي وقعت بيني وبين احمد وحرضته انه يفصلني. وايه مصلحتها في كده؟ انسانه مريضه نفسيا. بس اللي انا اعرفه ان انت اللي رشحتها عشان تشتغل عند رفعت. ايوه يا فندم حصل. انا كنت فاكر ان انا بالشكل ده بساعدها انها تخف، لكن اكتشفت بعد كده انها انسانه شريره غاويه وقيعه بين الناس، بتكره تشوف اي اتنين بيحبوا بعض، بتستلذ يا فندم انها تشوف الناس كلها متخانقين، غاويه تزرع شكوك في قلوب كل الناس اللي حواليها. بس هي بتحبك. هي دي عقدتها يا فندم، انها تصورت ان عاطفي عليها انه حب. لكن هي اكيد يا فندم اللي حرضت احمد ان هو يفصلني من المصنع. انت انسانه شريره وقلبها اسود. مين اللي راح لاحمد وقال له ان نجوى عايزه تقابله في المصنع الساعه 9؟ ما اعرفش. ليله الحادثه الساعه 9 مساء انت كنت فين؟ كنت بحاول امنع جريمه تانيه هترتكب في حق احمد. مين اللي كان هيرتكبها؟ الحمد لله على السلامة يا هانم. عباس، بقالي ساعة مستنيكي. ما كنتش هقدر اخرج في الظروف دي. من امتى الظروف بتمنعك انك تقابليني؟ يا عباس انا خايفة عليك، خايفة يكتشفوا حقيقتك. يكتشفوا حقيقتي انا ولا حقيقتك انت؟ ويعرفوا انك كذبت على رفعت واقنعتيه انك بنت السلاحدار باشا، واقنعتيه انه يتجوزك وهو مخدوع في اصلك ونسبك الكبير. لو ما كنتش ظهرت في حياتي كان كل شيء يفضل زي ما هو. قصدك ما كانش رفعت اكتشف انك من عيله مزيفه وان اخوك خريج سجون؟ من يوم ما عرف وانا حياتي بقت جحيم. اظن بتتمني لو ما كنتش اخرج من السجن او اكون مت عشان تفضلي معيشه رفعت في الكدبه دي. يا عباس انا خايفه عليه، لو عرفوا انك اخويا وانك خريج سجون وسوابق هيلزقوا لنا كل التهم والجرايم اللي حصل. اللي ده مرارة السجن ما يفكرش يرجع ليه مرة تانية. نفسي أصدقك، نفسي أطمن إن إيدك ما تلوثتش بدم رفعت وأحمد. هتفضلي لحد إمتى تشك فيا؟ أنا لو فكرت لحظة إن أخلص منهم فده علشان مصلحتك، عشان ما تنطرديش من الجنة اللي تعودت تعيش فيها. لكن اللي كان بيمنعني دايما هو سور السجن، سور السجن والزنزانة اللي عشت فيها 15 سنة من عمري. عباس، لو بتحب اختك صحيح وعاوز سعادتي يبقى لازم تختفي من حياتي. ده اللي فكرت فيه فعلا، بس الاختفاء ده مش محتاج مصاريف وتأمين ولا عاوزان اسرق عشان اعيش. مش كفايه اللي خدته؟ اجيب لك منين؟ صدقني انا ما عنديش فلوس يا اخي. لكن عندك مجوهرات كتير اهدها لك رفعت صبري لما كان لسه بيجري وراكي يطلب ودك ويتمنى رضاكي يا بنت السلاحدار باشا. عباس البوليس. Thank you.
فات ما قدرش يغفر لي ابدا اني خدعته، اني ضحكت عليه وفهمته اني من عيله كبيره واتجوزته. وامتى اكتشف الحقيقه دي؟ مش عارفه، انما في ايامه الاخيره كان بيعاملني وحش جدا، حاولت اعرف منه السبب ما رضيش يقول لي. لكن عباس اخوكي كان بيتصل بيكي في الوقت ده. عباس بيتصل بيا من ساعه ما خرج من السجن عشان اساعده. انت قلتي ان عباس ما كانش يعرف عنك اي حاجه، ازاي لجأ لك وانت لسه راجعه من فرنسا؟ انا ليا اخت واحده عايشه في المجاورين، كنت دايما بزورها واشوف لها طلباتها، وكنت بقول لها على كل تحركاتي، واكيد هي اللي قالت لعباس لما كانت بتزوره. وطبعا رفعت ما كانش يعرف ان ليكي اخت وبتزوريها. ده اللي انا كنت فاكراه، لكن اكتشفت انه كان بيشك فيا ومراقب خطواتي وعارف عني كل حاجة. وامتى كشف لك انه عارف؟ ليلة الحادثة اتخانقنا سوا، فغضب وقال لي انه عارف عني كل حاجة، حددني انه هيطلقني ويرميني في الشارع. عشان كده قتلتيه؟ لا ما حصلش، صدقني. لكن عباس اخوكي ممكن يكون هو القاتل. لا عباس مالوش اي دخل بالموضوع ده، ده كل اللي يهمه الفلوس وبس. ما عشان الفلوس ممكن يكون قتل رفعت قبل ما يطردك ويحرمك من النعيم اللي انت عايشه فيه. لا عباس غلط مره ودفع الثمن غالي، ومش ممكن يفكر انه يدخل السجن تاني. امال ليه هرب لما شافنا بيه؟ خاف، ما كانش عاوز البوليس يعرف انه اخويا. الباشمهندس عادل قال ان ليله قتل احمد اتصلت بيه عشان تقابليه. حصل مظبوط. عادل كان يعرف حكايتك انت واخوكي؟ ايوه. مين اللي قال له؟ انا طلبت منه انه يساعدني. لكن هو اعترف انه جاي قبلك عشان يمنع اخوكي من قتل احمد. عادل كان شاكك ان اخويا هو اللي قتل رفعت، وكان خايف لحسن يكون هو كمان اللي قتل احمد. لما اخوكي ما قتلش احمد ولا قتل رفعت، امال مين اللي قتله؟ ما اعرفش ما اعرفش. ايوه نبيل. ايه كده؟ عباس خرج من اوضه العمليات وهيعيش، واكيد هيعترف بالحقيقه. طب يا نبيل لو سمحت تيجي تكمل التحقيق مع هيفاء هانم، عشان انا ورايا مشوار مهم. طيب. عفاف. افندم. انا جاي اقول لك الباقيه في حياتك. حياتي ما خلاص خلصت بعد ما خدت احمد مني. انا عذراك يا عفاف، انا عارفه ان انت قلبك مجروح، بس صدقيني انا كمان قلبي مجروح زيك. ما كنتش اتخيل ابدا انهم ممكن يقتلوا احمد. ويقتلوا لي ايه اللي عمله؟ اكيد انت ليكي يد في الموضوع ده، انت اللي استدركتي لحد المصنع وشريكك هو اللي خلص عليه. انا مهما قلتلك مش هتصدقيني. وليه كنت بتساعديه؟ ليه كنت بتوهمين انك عارفه مين اللي قتل والده؟ ليه خليتيه يجري ورا سراب؟ انا كنت بعمل كل ده عشان مصلحه احمد. مصلحته ان يتقتل، مصلحته ان يتحرق قلب مراته وامه واخته عليه. ليه؟ ايه اللي عمله؟ ايه الجريمه اللي ارتكبها؟ عفاف، عفاف احمد اتقتل عشان عارف مين اللي قتل ابوه. توصيلة مجانا يا مدموزيل، اركبي عشان عايزة. انت عايز مني ايه؟ من ساعة ما قتل احمد وانا حاسة بالخوف، خايفة اكون انا الضحية التالتة. اوهام اوهام. بس قتل احمد حقيقه مش وهم. قلتلك مش انا اللي قتلته، مش انا. امال مين غيرك؟ مين هيكون له مصلحه في قتل احمد غيرك؟ وايه هي مصلحتي؟ او ده اللي انا مش عارفاه، مع انك كان المفروض تطوي احمد تحت دراعك على الاقل عشان خاطر عيون نوره. صدقيني يا نجوى، انا مش ممكن في يوم من الايام اكون قاتل. يا ريتني اقدر اصدقك.
انا جبتك هنا مخصوص عشان لازم تصدقيني. ازاي ازاي وانا شايفاك من يوم ما عرفت رفعت صبري والانسان الطيب اللي جواك بيموت يوم ورا التاني. خلاص ما بقاش فيك الا روح شريره ما بتفكرش الا في نفسها وبس عشان تحقق احلامها. عندك حق يا نجوى، كل اللي قلتيه صح. البني ادم اللي جوايا صاحب المبادئ والمثل مات، مات من زمان، من يوم ما حطيت ايدي في ايد رفعت صبري. بس هو السبب يا نجوى، هو السبب صدقيني، هو اللي علمني ان البني ادم ملوش اي قيمه في الحياه من غير فلوس، وان المثل والمبادئ كل شيء ممكن البني ادم يشتريه برضه بالفلوس. وبقى رفعت صبري مثل اعلى ليك، وبقى كل هدفك انك تبقى زيه، وانك في يوم من الايام تحتل مكانه. مش هي دي كانت طموحاتك؟ وعشان تحقق ده كله قتلت رفعت صبري. لا. وقتلت احمد. لا. وقتلت كل واحد يقف في طريقك. انت مجنونه. مجنونه. ايوه مجنونه يا عادل، مجنونه لاني حبيتك وافتكرت في يوم من الايام اننا ممكن نبني حياتنا سوا. كنت بنفذ تعليماتك من غير عقل ولا تفكير ولا قلب، وفي النهايه لقيت نفسي في سكه طويله ضلمه لوحدي ومستقبل غامض. لا نجوى، لا، مستقبلك مش غامض، مستقبلك معايا، معايا في كل خطوه بخطيها وفي كل نجاح بحققه. الكلام ده تقوله بعد ما تنتهي القضيه ونعرف يا استاذ مين القاتل. القضيه انتهت والقاتل قبضوا عليها. مين هو؟ هتعرفي، هتعرفي كل حاجه بعدين يا نجوى، وهتعرفي كمان انك ظلمتيني لما بلغت عني الضابط، وان اتهامك ليا كان منتهى الظلم والاسوء. انا ما بلغتش عنك ولا اتهمتك، بالعكس انا في التحقيق ما جبتش سيرتك خالص، ولا سير خلافك مع احمد، ولا انه طردك من المصنع. امال مين اللي اتهمني؟ كان لازم تقولي لي يا عزيزه نطلع الحلونيس. ما انا عارفه انك جبان مش هترضى تيجي معايا. انا جبان؟ على العموم تكرهي برضه عشان خاطر المرحوم ابوك، بس لازم تعرفي بقى عزيزه ان الجبن زائد الاخلاق، وفي الزمن ده بقى بالذات لازم الواحد يمشي جنب الحيط يحمي نفسه من رصاصه ولا سكينه ولا حتى عربيه تدوسه. انا بقى مش جبانه زيك، ولا يمكن اسيب دم سي احمد يروح حاضر ابدا. بس انت متاكده ان عادل هو اللي قتله؟ الله، انا مش حكيت لك اللي حصل في المكتب بالحرف الواحد. بس انت ما شفتيهوش وهو بيقتله. دي شغله البوليس بقى. عزيزه بتتلعبي بالنار، وانا لو منك الم هدومي واهرب للموت. موت؟ طبعا يا عزيزه. ولا هي فاكره نفسك ان انت شجاعه وهتقدري تقف في وش الناس دول؟ دول مش ما بيفهموش غير بالرصاص يا عزيزه، وروح البني ادم عندهم تسوي طلقه رصاص بنص فرنك. يا لهوي، هيقتلوني انا كمان؟ ليه؟ فاكره نفسك على راس كريشه ولا احسن من اللي اتقتل؟ ويقتلوني انا ليه؟ مش عارفه يا عزيزه يقتلوك ليه؟ عشان لسانك اللي عامل زي المرض وعامل لك عداوه مع كل الناس، كل شويه تتهم حد. ولا نسيتي لما اتهمتي ليلى وخليتي فردوس زعلت منك؟ واتهمتي الست احلام وصادق افندي والاستاذ انور، واديك دلوقتي بتتهمي الباشمهندس عادل، وبعد شويه هتتهمي نوره والست بهية. ده حتى انا يا عزيزه ما سمعتش من لسانك واتهمتيني. انا عايز اعرف بتعملي كل ده ليه؟ يا كده انت فاكره لما تعملي الشويه دول هتبعدي الشبهه عن نفسك؟ شبهه دي يا واد يا بابا. يا عزيزه، يا عزيزه، انت كنت في الدور السابع ساعه ما الشنطه اتسرقت ورفعت بيت قاتل. يعني ممكن ببساطه قوي تنزلي من الدور السابع للدور السادس تنفذي خطتك وتطلعي السابع تاني. ولا من شاف ولا من داري، مش هو ده بيت اللي حصل؟ قطع لسانك يا بندق، انا طول عمري عايشه شريفه فقيره. قالك ما مدتش ايدي ابدا لقرش حرام. دول 100,000 دولار مش حرام، فلوس يا بنت، فلوس تغنيك العمر كله. بندق غمر من وش السعاده احسن ثلاثه بالله العظيم. مين سامعك يا عزيزي؟ عادل بيه. ايه يا مالك؟ خضيتي كده ليه وشك اصفار؟ كنت فاكراهم قبضوا عليا وحطوا الحديد في ايدي؟ ولا كنت فاكراهم علقوني على حبل المشنقة؟ المؤاخذة يا سعادة بيه، ما تاخدش على كلامها، دي عينة وطايشة وما تفهمش بتقول ايه يا بيه. كده يا عزيزة؟ تتهميني انا؟ ما حصلش يا بيه، انا ما قلتش غير اللي شفتيه واللي سمعته بوداني. واللي شفتيه وسمعتيه ده بلغتي بيه سكان العمارة طبعا. ابدا يا بيه ابدا، ما حدش عارف غير انا وبنته وبس. علموني يا عزيزة انا مش زعلان منك، بالعكس ده انا بشكرك. على الاقل اديتيني الفرصة اني ادافع عن نفسي قدام البوليس، وهو زي ما انت شايفه ايديا ما فيهاش حديد ولا حاجه. اظن ده اكبر دليل على براءتي. الف مبروك على البراءه يا سعاده بيه. لكن لو لسانك ده فلت بكلمه تانية تمسني يا عزيزه انا هقطع لك لسانك ده، فاهمه؟
حطي كلامي ده حلقة في وداني. سامعة ولا لا؟ على فكرة أنا بعت للشركة عشان تصالح الأسانسير. ايش ده اللي انا لسه محذرك منه عزيزه؟ ما انتش قد الناس دول. من لو كان ورايا راجل بصحيح كان عارف يدافع عني. اهلا يا باشمهندس. بقى في حياتك يا صادق افندي؟ حياتك الباقي اتفضل. الحقيقه انا مهما قلت من كلام مش هقدر اواسيك، لأن عارف أحمد ونورة بالنسبة لك يبقوا إيه. ربنا اللي يعلم. أحمد الله يرحمه كان زي أخويا بالظبط. صاد أنا سمعت صوت جرس. أحمد جه؟ إلا أومك من السرير يا أحلام. جيت عشان أشوفه عايز حاجة، عايز يأكل حاجة. أنت عارف يا صاد أحمد فين. خش يا أحلام، الدكتور قال ما تقوميش من السرير، استريحي. لا انا مش هستريح لما اشوف ابني. دوحشني قوي يا صادق، عايز اشوفه. لا حول ولا قوه الا بالله. تعالى يا احلام، تعالى يا احلام. بقى في حياتك. انا مش هقبل عزف اخويا الا ما اعرف مين اللي قتله ومين اللي قتل ابويا. مش مهندس، انا لا قتلت رفعت ولا قتلت احمد صدقني. بس انت قلت قبل كده ان عباس هدد انه هيقتل احمد، وانت استنجدت بعادل عشان يمنعه من ارتكاب الجريمه دي. حصل، وحصل كمان ان عباس ما قتلش. ما قتلش. امال ليه كان دايما بيهددك في التليفون وانت كنت بتلبي له كل طلباته وتديله الفلوس اللي هو عايزها؟ عشان اخويا لحمي ودمي، ما اقدرش اسيبه يضيع تاني او يخش السجن تاني. يعني انت كنت خايفه ان اخوك يرتكب جريمه تانيه فيدخل السجن تاني، مع انك قلت في التحقيق ان عباس قرر ما يرجعش السجن تاني بعد ما داق مرارته. انت ليه بتحاولي تسيطري عليه عشان ما نعرفش انك انت شريكته وانت اللي حرضتيه على كل الجرائم دي؟ لا لا مدام هيفاء، انا هحولك انت واخوك على النيابه. عندي ليكي خبر بمليون جنيه، حولوا هيفاء على النيابه واخوها حط عليه حراسه في المستشفى. يعني هم المجرمين؟ طبعا، امال هيودوهم النيابه فسحه؟ شفتي يا عفاف ربنا بيحبنا ازاي؟ ادي احنا خلصنا من هيفاء بالقانون، هيفضل الميراث لينا والنوره. يبقى لازم تفكري انك تتخلصي من نوره عشان يفضل لك الميراث ليك انت لوحدك. الكلام اللي بتقوليه ده يا عفاف؟ طمع بامال عينيكي خلاص، وفرحانه انك كل يوم عماله بتخلصي من حد بيشاركك في الميراث. بس يا ريت تخفي من فرحتك دي شويه، لا يفتكروك انك ورا جرائم القتل اللي عماله بتحصل دي. بس تاكدي يا سونيا، لو في يوم من الايام عرفت انك ورا جريمه قتل احمد، انا اللي هقتلك بايديا دول، فاهمه؟ ليلى يلا حبيبتي علشان تاكلي. ماليش نفس. وبعدين معاكي بقى، مش تبطلي عياط يا ليلى. ليه قتلوا احمد؟ ليه قتلوه؟ طب رفعت كان يستاهل القتل، لكن احمد كان انسان طيب، كنا اصحاب واحنا صغيرين، لما كبرنا بعد عني وبطل يشوفني، لكن انا عمري ما نسيته، عمري ما بطلت افكر فيه، كان دايما في عقلي. تفتكري مين اللي قتل يا فردوس؟ نفس القاتل اللي قتل رفعت صبري. لا لا يا فردوس، مش ممكن اللي قتل رفعت هو اللي قتل احمد، مش ممكن. ليلى انا عارفه اللي قتل رفعت، انا شفته. هو مين؟ مش هيصدقوني يا فردوس، هيقولوا عني مجنونه.
هيقولوا عني مجنونة يا فردوس.